ف لحظة أنا رجلك المايك، أنا رجلك المايك، لحظة خربت الدنيا يا جابرييل، خليك أنا أعبر عن شعورك وفرحتك. أيوة تفضل. كان ذلك مهم جدا بالنسبة لنا لأننا بهر جدا. سعيد جدا لميسي وللأرجنتين. لست قادرا على الحديث. الجميع أراد أن يفوز الأرجنتين. شعرنا بهذه الطاقة وأشكركم جميعا، وهذا لا يسر. أرجو أن تعذروني ولكن انتظرنا طويلا من أجل هذا اللقب. شكرا. جابرييل أهداني هذه الكرافتة وأنا عزيز يا جابرييل، فخور بأن أحصل على هذه الهدية من جابرييل عمر باستوتا، أحد أفضل مهاجمين في تاريخ كرة القدم، في تاريخ الأرجنتين، المهاجم الفذ.